بيتك، ويعني فرحتنا بالشهر الكريم ان احنا لا ننسى اهلنا في غزه، وان احنا بنفكركم وبنذكركم ان احنا ندعي لهم، وان احنا ندعي ان ربنا ينصرهم يعني. وطبعا زي ما انتم شايفين في الاحتفالات رمضان وكده، احنا كل سنه احنا وشباب العيله كلنا بنتجمع عشان نعمل اجواء رمضانيه ونعمل زينه ونعمل حاجه يعني تنم عن الشهر الكريم، وان احنا ازاي احنا فرحانين وسعداء بيه يعني. ما شاء الله يعني الفرحه دي نسيت المجهود اللي احنا عملناه والتعب اللي احنا تعبناه كله، ويعني الحمد لله اللي احنا قدرنا نوصل الفكره دي وقدرنا ندعم بحاجه بسيطه لاننا في فلسطين. واحنا فرحانين قوي اللي احنا عملنا زينا زي دي اللي هو علم فلسطين. احنا دلوقتي بنقدم رساله لفلسطين ان احنا بندعمهم من هنا، واحنا لسعادة شهر رمضان مش ناسينكم.